هاني السادات سيدة مصر الأولى وأم الأبطال وقرينة الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات، كانت رمزاً لعطاء وتضحيات المرأة المصرية. ولدت جيهان صفوة رؤوف عام 1933 بالقاهرة لعائلة تنتمي للطبقة الوسطى، فوالدها كان مصري يعمل طبيباً ووالدتها بريطانية تدعى جلاديس تشارلز كوتريل، وكان ترتيبها الثالث بين أربعة أطفال. تلقت جيهان السادات تعليمها الأولي في مدرسة الإرسالية المسيحية، وتدرجت بالمراحل التعليمية حتى حصلت على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1977، ثم حصلت على الماجستير في الأدب المقارن حتى نالت درجة الدكتوراه عام 1986، لتعمل بعد ذلك أستاذاً ومحاضراً في عدد من الجامعات المصرية والعالمية. التقت جيهان مع الرئيس الراحل أنور السادات لأول مرة في مدينة السويس عام 1948، وتزوج عام 1949 في وقت كان يمر فيه الرئيس السادات بظروف قاسية، لتشاركه نضاله السياسي بدءا من ثورة يوليو عام 1952 وحتى حادث اغتياله عام 1981. وخلال رئاسته للبلاد دعمت السيدة جيهان السادات زوجها في عدد من القرارات التاريخية والمصيرية، ومن أبرزها حرب أكتوبر. قلت له ثق إن حتى في أسوأ الفروض لو ما انتصرتش ولو لا يعني لقدر الله إن هزمنا دي أسوأ حاجة، برضو هنحترم نفسنا والعالم هيحترمنا إن إحنا ما استسلمناش للهزيمة، ما استسلمناش إن أرضنا تبقى محتلة ونسكت عليها، ما استسلمناش للواقع المهين كان لنا كمصريين وكعرب. كما كانت أول سيدة أولى تخرج لدائرة العمل العام، وبدأ نجمها يسطع بعد حرب أكتوبر، حيث ساعدت في تقديم العون لأسر شهداء ومصابي الحرب حتى لقبت بأم الأبطال، فضلا عن أدوارها المهمة في مشروعات تنظيم الأسرة وتمكين المرأة سياسيا وغيرها الكثير والكثير. قد توجهت وآلاف من سيدات مصر وشاباتها إلى حيث وجدنا مجالا للعمل في هذه المهمة المقدسة، وحاولنا وما زلنا نحاول أن يكون دورنا في الخدمة العامة تعبيرا عن عرفان وطن بأكمله. وبعد حياة ملؤها العطاء والتضحية لمصر والمصريين، توفيت السيدة جيهان السادات في 9 يوليو عام 2021 بعد صراع مع المرض، ليودعها الوطن في جنازة رسمية وعسكرية مهيبة. من مصر، طارق أحمد.